قوموا قوموا نمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله مائدة افطار رمضان سميت خمسة نجوم ثم شكون سماها في اي بي علاش على خاطر نخرجوا في حاجة مزيانة حاجة دو كاليتي حاجة تليق بالناس هذوما يوميا قاعدين نوصلوا افطار 330 صائم من اصحاب الحق اليوم ان شاء الله عملنا كسي بالمريقة السفاقسية معتها ومعها كعبة ورطة من شوية فهمت وسلطة خضراء بشكل نهضموا بها وعنا سيترون والله تحسبها ما هي سهلة فهمت اما ثم صبر جاي مع عند ربي معتها الحمد لله معتها تصور انت كانت 350 طيبة في سير الايام تحب لك 5 6 شيء باش حضرهم تو في رمضان ساعتين نبداو نغرفوا الاربعة ونص 5 يكونوا في ديارنا معتها ثلاثمائة وثلاثين كعبة الحمد لله عنا ربي أو تقريبا كملنا ما زالت تقريبا 20 كعبة الرشة هذه ورشة أخرى والحمد لله من فضل ربي أنا أول مرة معهم في الجمعية بالحق بسم الله وما شاء الله اليوم بدينا البداية قلينا التقلية كاملة ومن بعد مرقنا ومن بعد فوحنا الحوت الوراط المشويين وما شاء الله ما نحسش تعب كي نمشي باش نوصل العبيد نشوف الضحكه نتاع العبيد والفرحه وطريقه الانتظار نتاعهم كيفاش يخرجوا وكل انا ننسى تعب ما عادش نخمم في التعب نخمم فيك الضحكه ما حليهم وما فرحانين الأخير طلبوا منا أنه نعملوا حاجة أودقام ثم فرويد ميرسوتي ثم القاروص فارسي ثم كسكسي وألا مقرونة بالقرنيط في الخير تكفل ب 47 كيلو قرنيط ثم مشاوي مشكلة عملنا لهم كتلات علوش فيلي بقري كبدة علوش وكبدة بقري وسكالوب جيش بار بيرسون نحكي جو دي بيان بار بيرسون مع سلايت متاحم مع الديسير متاحم يومين النو أطراف المساهمة فوج الكشافة بشحية هي سيدي جا شريك رسمي معايا نعم نستطيع وفوج الكشافة بشيحية وإتام الشيحية اللي مكنونا من اللوكال هذوما ودونك الشريك الفاعل والأصلي اللي هما جنود الخفاء المتطوعات الشيف حسام المصمودي ربي يبارك فيه وناس الخير اللي أعطات من مالها ومن وقتها ومن بدنها نعم نستطيع